بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم في مواعيد مباريات الاهلي تحديدا المباريات الافريقيه. الجوله الاولى هتكون يوم 12 او 13، الاهلي هيلاعب المريخ السوداني هنا في مصر، وبعد كده هيطلع لتنزانيا عشان يقابل سيمبا يوم الايام لسه اليوم 23 فبراير، دي الجوله الثانيه. الجوله الثالثه هتكون يوم 5 او 6 مارس، الاهلي هيقابل فيتا كلوب هنا في مصر، وبعد كده يخرج يقابلهم يوم 16 مارس في الكونغو، وبعد كده الجوله الخامسه مع المريخ السوداني في السودان، والجوله الاخيره الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره، دي هتكون يوم 9 او 10 ابريل. الجوله الخامسه هتكون يوم او 2 او 3 ابريل باذن الله تعالى. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله الاهم من مراحل بطولات دوري ابطال افريقيا.